أنا شاب عمري 25 سنة، ما بفكر غير بس بالموت. يعني ما عندي تفكير غير بالموت. يعني الشاب بروح بفكر إنه بدي يتجوز، يبني عيلة، يعمل شيء. أنا ما بفكر بس بالموت، لأن الغسيل نهايته هو الموت. أنا اسمي علي حاج عبد الله، من حلب، من قرية الشيخ عيسى. نزحت على لبنان 2013، 2015 صار معي فشل كلية. نصحوني الأطباء إنه أروح على تركيا أو أرجع على سوريا. اخترت أجي على تركيا لأن أهلي بتركيا. هنيك الغسيل بيكلف مصاري وما في شيء مجانا بلبنان. وجيت لهون أخوي عام 2017، برع لي الكلية والعملية فشلت، ما اشتغلت الكلية ولا لحظة. شالوها بعد 11 يوم كبوها، نمت بالعناية المشددة شهرين بمشفى الجامعة بتركيا. ورجعت على الغسيل وأخوي صفى بكلية وحدة وشغل على السوا، ما بقى أحسن يشتغل. ومالي غير رب العالمين، هلا 3 أيام بالأسبوع بروح على الغسيل. العالم بروحوا بزوروا مثلا قرايبينهم بعيدين، انا ما بحسن اطلع من جوي ابدا. 3 أيام مجبور اغسل بالاسبوع، واذا ما بغسل في خطر على حياتي. الغسيل 4 ساعات بالجلسه، ويعني تعب كثير وشديد، والم راس وضغط وارهاق ماكن. يعني اوقات بغيب عن الوعي بالجلسه لاني تعب ماكن. 4 ساعات ما بصير، يعني ما بصير تنقص ولا ضايقه، ومجبور اكمل غسيل او في خطر على حياتي. كان اخوي املي، هلا ما تم عندي امل، صار لي 6 سنين عم بغسل، ما في نهايه الغسيل غير الموت وبس. تم عمليه الغسيل الكلي، الجهاز هذا مشان يدخل العروق مشان يطلع الدم كميه. الحل برايي بدي حدا يعطيني كليه او يساعدني مصاري انه اجيب كليه، حدا يتبرع لي بكليه. عم بطلبوا علي مبالغ هائله، شيء 20,000 دولار و30,000 دولار، وبالنسبه لي ما عندي منهم ولا شيء ابدا. يعني معقول هالسوريين؟ يعني اكيد عندهم حدا يساعدني. انا ان شاء الله اذا يعني قدر يساعدني فيهم، يعني بتمنى انه اشتغل وبرد له اياه. هون مستقبلي اذا ده تم على الحاله، ما لي مستقبل ابدا. يعني غسيل، نهايه الغسيل الموت، ما في غير حل تاني ابدا. يعني غسيل 3 أيام بالاسبوع، شوي شوي بتعب القلب. لا اخ، امي مريضه وابوي مريض واخواتي كلها صغار. يعني اذا حدا بتبرع لي بكليه، مثل واحد كان ميت ورجعت له الحياه. وانا هيك، اذا حدا تبرع لي بكليه، يعني مثل الطفل ولد من اول وجديد.